خوسيه أورتيغا إيغاسيت. وصرخ الفيلسوف خوسيه أورتيغا إيغاسيت: إلهي إلهي أين أنت؟ ولد دون خوسيه بتسعة أيار سنة 1883 في مدريد في كنف عائلة كاثوليكية محافظة، وتلقى دروسه كتلميذ داخلي في معهد الآباء اليسوعيين في مالاغا الأندلسية حيث تناول القربين الأولى. إنما مع دخوله الجامعة أخذ الإيمان يتراجع حتى غابت كل الممارسات الدينية، وتخرج من جامعة مدريد بأطروحة بعنوان رعبات سنة الألف عن الألفية الأولى اللي شاع إنه بختامها رح ينتهي العالم، كتفسير خاطئ لما جاء في سفر الرؤيا عن إنه المسيح ربط الشيطان لألف سنة، ما سبب ذعر شديد لكتير من الناس، وهو موضوع تاريخي بحت ما إله علاقة بالأدب لا بالسياسة ولا بالفلسفة. وأنعم عليه الملك ألفونس الثالث عشر بمنحة للتخصص بالفلسفة في الجامعات الألمانية لايبزيغ، برلين وماربورغ، حيث تتلمذ على يد الفيلسوف اليهودي هيرمان كوين لعزز في عقله نظريات كانت الفلسفية، إلى حد أنه كتب: عشر سنوات عشتها داخل كانت، كنت أتنشأه مثل ما بتنشأ الهوى، فكان بالوقت ذاته بيتي وسجني. فتلاشى الإيمان من عقله في لا مبالاة دينية معاندة أقلقت الأهل والمعجبين بأدبه الرفيع. الله والحياة الأخرى ما كان إلهم مكان بحياته وكتاباته في بلد اقترن تاريخه بأمجاد الكنيسة، بل انتقد الانتصارات المذهبية لحققتها إسبانيا. في مرحلة النضج الذاتي هرب خوسيه من سجنه واستقل بتفكيره، ومن حين لآخر بقي يزور أفكار كانت. بشر خوسيه الكتابة في مطلع شبابه، وأخذ نجمه يتألق عبر الكثير من الكتب والمقالات والمحاضرات. جمعت أعماله الكاملة بعد وفاته في عشر مجلدات ضخمة وترجم معظمها إلى أكثر من لغة. تتناول هالموسوعة نقد رصين وعميق لأفكار الفلاسفة، وكتب أول بحث بالإسبانية عن ابن خلدون بعنوان ابن خلدون يكشف لنا السر، وبيقول فيه: عقلين أفريقيين خلقوا علمين، قديس أغسطينوس خلق لاهوت التاريخ، وابن خلدون خلق فلسفة التاريخ. أما أهم كتبه فهي قضية عصرنا، تأملات الكيشوت، ثورة الجماهير، التاريخ كمذهب، ما هي الفلسفة، تأملات حول تقنية وغيرها. سنة 1917 ساهم بتأسيس صحيفة السول، وأسس سنة 1933 مجلة الغرب ريفيستا دي أوكسيدنتي، لقيل عنا إن أعظم مجلة بأوروبا، وقال خوسيه عنا باعتزاز إنه الشمس ما بتغيب عن صفحاتها، كما كان يقال عن الإمبراطورية الإسبانية في عصور الذهبية. وأنشأ أورتيغا أيضاً دار نشر ومؤسسة أبحاث. أثناء إعلان الجنرال فرانكو الثورة على النظام الجمهوري الشيوعي سنة 1936 وبعد انتصاره سنة 1939، بقي أورتيغا يدرس بالجامعة لبضع سنوات، ثم غادر البلاد متنقلاً بين عواصم أوروبا وأمريكا الجنوبية يعلم ويحاضر ويؤلف، وعاد إلى إسبانيا سنة 1945 حيث أنشأ مع عدد من تلامذته القدامى مؤسسة العلوم الإنسانية اللي كان يلقي فيها على نخبة من المفكرين دروس فلسفية واجتماعية منظمة، كما أسس مكتبة أفكار القرن العشرين، وانتخب أورتيغا عضو في الأكاديمية الملكية. وفي العام 1949 وجه نداء إلى الأمة الألمانية بذكرها فيه بمرور 200 سنة على ولادة مفكرها الكبير جوتا، فكان لنداءه أعمق الأثر للقيام بالاحتفالات اللي افتتحها أورتيغا بكلمة هزت مشاعر القومية، فمنحته الحكومة الألمانية ميدالية جوتا تقديراً وعرفاناً. سنة 1953 لمناسبة بلوغ السبعين أعلنوا المفكرين الإسبان معلم الجيل، ورشحته الحكومة لجائزة نوبل للأداب، فلعبت السياسة دورة وراحت الجائزة إلى الرئيس وينستون تشرشل، وفي السنة التالية إلى لارنست هامينغواي. كان كلام خوسيه عن إيمانه بوجود الله وعلاقته بالإنسان نادر وغير واضح،
مرة بيجعل منه رمز للتيار الحياتي، ولكن هل الله مجرد رمز من اختراع الإنسان أم هو حقيقة راهنة من دون لا معنى للكون والإنسان؟ ومرة أخرى منشوفه في أحدى مقالاته القصيرة بيتصور الإنسان مسافر في عرض البحر، ولما بدأت الباخرة تقترب من الشاطئ خرج إلى متنى يستشرف ظهور اليابسة في الأفق القريب، فهتف الله على مرأى عيني. أما موقفه من خلود النفس والحياة الأخرى بعد الموت فهو الحلقة الأضعف والأوهن في مذهبه، إذ كتب إن الإنسان يريد أن يكون خالداً لأن الأمر هو العكس، ليتخلص من ضيق المكان والزمان ويفلت من قبضة المحيط اللي وجد ذاته فاعلاً ومفعولاً به. فتلقت خصومه بهالتأكيد ليثبتوا عقلانيته وإلحاده وأنه مذهبه ما بيتسع لما هو وراء هالمحيط الأرضي، وهيك أحرجوا موقف المدافعين عن إيمانه ليردوا عليهم بأن زلة قلم وكذب ارتكب المعلم وأن ما بتتآلف مع قناعاته العميقة. وأكد أحد أصدقائه أنه أورتيغا على عكس ما تصوروه خصومه واتهموه بالعناد واللامبالاة الدينية، بل كان عايش بقلق روحي وصراع باطني لم يظهر في كتاباته ولا في أحاديثه وممارساته العلنية. فأخبر صديقه بأنه لما كانوا نازلين في أحد الفنادق استيقظ على صوت الفيلسوف عم يصرخ إلهي إلهي أين أنت؟ هالأمر بيدل على أنه كان يعاني باطنياً من المعضلة الدينية ويتألم من غياب الله بحياته. وما كان أورتيغا إيغاساتي آمن بالمسيح والكنيسة وعقائدها إلى حد أنه لما ارتد صديقه وزميله غارسيا مورانتي وارتسم كاهن قطع علاقته معه. لما كان أورتيغا عم بيصارع بين الحياة والموت بالمستشفى بسبب داء السرطان، دخل الأب فيليكس غارسيا الأغسطيني حاملاً القربين والمشحة والصليب وقال في حضور العائلة وبعض الأصدقاء دون خوسيه: هيدي ساعة الحقيقة، الحياة أشرفت على نهايتها، ولكن هناك حياة أخرى أنت رايح عليها بعد ساعات أو بعد أيام، ورح توقف قدام الله للدينونة. ما بدك تتحضر للدخول ومواجهة الله العادل؟ أجابه أورتيغا: نعم. فخرج الجميع من الغرفة وبقي الكاهن بقربه فترة طويلة، ولما خرج والتأثر واضح على وجهه أبلغ الحضور أنه خصيه اعترف وتناول الزاد الأخير قبل مشحة المنازعين وقبل المصلوب بكل ندامة وخشوع. وبـ 18 تشرين الأول 1955 وبعمر 72 سنة أغمض خصيه إيغاسة عيني حتى يفتحن على أنوار الحياة الباقية وعلى الله للاحت صورته أمامه في الأفق وهو على متن الباخرة في رحلة العمر حتى ترسي على شاطئ الأمان.